قصيدة اليوم، اليوم 12 محرم 1445 الموافق 30/7/2023، يوم الأحد في دولة الكويت الحبيبة. ندى السيد يوسف السيد هاشم السيد أحمد الرفاعي الشاعرة البيت والبيت دولة الكويت، تقول بنت النبوة حق بنت نبيلة شفيعة طمينة محمد صلى الله عليه وسلم، السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام زوجة أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب عليهم السلام، عند ابوها الوزير نائب شيخ الطريقه رفاع الصوفي السيد هاشم السيد احمد الرفاعي. تقول اسمعوا لحظه شويه شباب، افاطمه المروءه والمقاري المروءه والوقاري، ويا بنت النبوه والفخار قضيت صباعك في محن ثقال بمكه اذ صبرت على الحصار، وعشت صعوبه الاحزان يتمن بموت خديجه الام الدثار، الم فراقها مره ولكن بعزم قد وقفت الى الجوار، وأذى المشركون أباك جما فكنت له كما سند الذمار، تحملتم فصار الصبر نورا يضيء الدرب في طول المسار، وما وهنت نفوس حين عانت من الأهوال في كل اصطبار، فحستم من عطايا الله فضلا أغاث بخيره جدب القفار، فإن مكانة الإيمان تسمو بصاحبها إلى أعلى قرار، تلقينا علوم الدين منكم فأنتم للهدى أعلى مناري، فصارت بعد دنيانا ربيعا وجزاء وجاوزنا ظلام الأزورار، صلاة الله مولانا على من يفوق بنوره ضوء النهار، آل ثم أصحاب كرام تضيء نجومهم وسط المداري. صح لسانك يا ندى الفخاري السيد هاشم السيد أحمد الرفاعي والرفاعيات والأنواري، شمسك بالنهاري والليلي، وشكرا أماري.